أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية يأتي انطلاقا من رؤية جلالة الملك حفظه الله ورعاه بالانفتاح على دول العالم بما يسهم في توطيد العلاقات بين البلدان المختلفة على كافة الأصعدة والتنسيق بين المواقف وتقوية التعاون في المجال السياسي والاقتصادي والصناعي والدبلوماسي. وبيّنت معاليها حرص السلطة التشريعية في مملكة البحرين على تعزيز التعاون البرلماني مع دول آسيا وأوروبا لتوحيد المواقف البرلمانية في المحافل الدولية ولتفعيل العلاقات الخارجية للسلطة التشريعية لمملكة البحرين مع المجالس التشريعية الأخرى. وأشارت معاليها أن وفد السلطة التشريعية البحريني قد قام بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في المشاركات الخارجية، ونال ثقة البرلمانيين المشاركين بالاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات من خلال كلمة مملكة البحرين التي عكست الواقع وتطرقت إلى العديد من القضايا المصيرية والهامة بالمنطقة. جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات الجانبية التي عقدتها رئيسة مجلس النواب مع عدد من رؤساء البرلمانات والأعضاء المشاركين في الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول آسيا أوروبا وآسيا الذي عقد بجمهورية كازاخستان. كما اشتملت الزيارة على اجتماعات خليجية تنسيقية لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة بالمنطقة، وكذلك تنسيق المواقف في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي والمقرر عقده في بلغراد أكتوبر المقبل. إن استهداف المنشآت النفطية السعودية يمثل تهديداً خطيراً ومباشراً للأمن والسلم الدوليين، وأضراراً بالمصالح والأوضاع الاقتصادية في المنطقة والعالم أجمع، وإن مملكة البحرين تقف صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الادعاءات. إنني كبحرينية أتشرف بانتمائي للأمتين العربية والإسلامية والقارة الآسيوية، أنقل لكم موقف مملكة البحرين قيادة وشعباً، وأقول إن الحوار والثقة والشراكة لن تتحقق إلا إذا تمت معالجة العديد من التحديات وتجاوز الكثير من المعوقات، ومن أبرزها قضية الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. مملكة البحرين دولة شقيقة ومعروف مواقفها مع المملكة العربية السعودية. كلمتها اليوم عبرت بصدق وشفافية عن ما تتعرض له المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية بشكل عام على أيدي الدولة الإرهابية إيران، التي لها أصابع في كل ما يحدث في المنطقة العربية، في اليمن، في العراق، في لبنان. وكلمة كانت رائعة جدا، لم نمتلك يعني إلا أن نصفق لها بحرارة وندعو لهم. هي كانت كلمة البحرين في الاجتماع أو المؤتمر الآسيوي الأوروبي، كلمة مميزة عبرت فيها البحرين عن كثير من القضايا التي تهم الأمة العربية والإسلامية، وتناولت قضايا ذات حساسية يعني مهمة تهمنا جميعا، وخاصة فيما يتعلق أيضا في المنطقة وتأييدها لما تقوم به المملكة العربية السعودية والبحرين والدول الخليجية الأخرى من محاربة للإرهاب وأيضا محاربة للتمدد الإيراني في المنطقة. وأيضا كانت كلمة البحرين فيها من العمق الاستراتيجي، بحيث غطت أيضا جوانب عالمية ذات علاقة بالبيئة وأيضا ذات علاقة بالسلام والحوار والثقة والتعاون المشترك بين جميع الدول. كنا سعداء جدا حقيقة بكلمة رئيسة مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الشورى الذين تحدثا بكل إسهاب عن كل المشاكل الواقعة والأفكار المقدمة التي يعني تعزز مبدأ الشراكة ومبدأ تحقيق التنمية المستدامة بين دول الآسيوية والأوروبية.